السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله مجراها ومرساها، مباشرة من مدينة الصخيرات، المدخل طريق السيارة على اليسار الدار البيضاء بالأداء. وهنا كنبغي نقول لكم أحسن أداء وأحسن خدمة شفنا في هذه القنطرة، هذه المؤدية لمركز الصخيرات، المؤدية لمشروع ميموزة والبساتين، المؤدية لمشروع 32 هكتار حي الفاتح، المؤدية لعين الحياة أقصى اليسار. كنشوفوا القنطرة فتحات الباب ديالها أمام السائقين والسائقات. عندنا واحد البياج هنايا كيخلصوا فيه 7 دراهم إلا كنتي غتدخل ليه وغتمشي لتمارة أو عين عتيق أو فين ما مشيتي، المهم 7 دراهم، عين عتيق، تمارة، الرباط، وقس على ذلك. هنا عندنا واحد المدار اللي دار جديد، ردوا بالكم فيه بالليل، رأيتها ما دار فيه الإنارة، خاص أعمدة كهربائية هنايا، والأشغال راها مستمرة. كنتمناو من الله أنه يلقاو شي حل لهاد القنطرة باش الأمور تزيد زيان أكثر، لأن هاد القنطرة كيكون فيه واحد لومبوطياج خطير، وبغينا الأمور تمشي مع التطور والكثافة السكانية ديال المدينة الصخيرات اللي غتولي فواحد الارتفاع كبير وكبير بزاف. فكنتمناو كذلك أنه تمشي الأمور من ناحية ديال البنية التحتية وكذلك المرافق ومجموعة من الأمور الموازية لهذه العملية ديال الترحيل ديال قاطني دور الصفيح من مدن عمالة الصخيرات تمارا لمدينة الصخيرات. مدينة الصخيرات غتقول الكلمة ديال في مستقبل الأيام، وغيكونوا تغييرات كبيرة وكبيرة بزاف. في هذا الأثناء كنوصلوا للمدار اللي كيتواجد بشارع الحسن الثاني، وكما كتشوفوا هنايا هنا غادي يولي عندنا السونتر ديال الصخيرات. كاين مركز الصخيرات، جيت المدرسة، جيت لاكار ديال التران، ولكن كنقول لكم المركز الصخيرات والمستقبل الصخيرات في حي الفتح وميموزة والبساتين، وغيكون واحد الكثافة سكانية ربما اللي ما غتكونش في شي بلاصة أخرى. نتمناو من الله الخير والتيسير، والله يسخر الأمور، والله يصاوب للجميع. خوتي ما تنساوش الاشتراك في القناة والبارطاج باش يوصلكم الجديد، وحنا راهن أي راهن الإشارة في أي موضوع، ونطلبوا الله تيسر الأمور. إلى هنا مشتبهين الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.